يسعد أوقاتكم أحبائي، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي ملكة المطبخ السوري. اليوم الفيديو مختلف عن الفيديوهات السابقة، حضرت فيه عدة أكلات لضيوفي وأحلى رفقة نوروني، ورح تشوفوا بعض التحضيرات لهي السفرة. هون حضرت فطاير السبانخ وعم حطها هون بالفرن بعجينة كتير هشة ولذيذة. هون قليت الكبة، عملت كبة مقلية عم بقليها. عملت كمان كبة نية، أكلة كتير طيبة ومقبلة ومزينة بالجوز. طبعا هون هذا المسخن زينته بالسماء وعم زينه بالبقدونس. المسخن معروف يعني أكل كتير طيبة ولذيذة، ومعمول بالدجاج والبصل والسماء، كتير لذيذ. عملت كمان منسف رز عليه دجاج وخضروات، وطبعا رز البسمتي اللي متبل توابل كتير طيبة ولذيذة. هون عم بزينه باللوز. عملت طبعا هون أطيب شي بالسفرة هو اللانجي السوري، كتير أكلة طيبة ومزين بالبطاطا الشكل هاد والليمون والرمان. هون الفتوش الأخضر، هو خضروات طبعا، وكمان مزين بالخبز المقلي وجزار الرمان. هون بالنسبة للحلو، هون عم بحط اللمسات الأخيرة على هذا حلى جوز الهند، عم زينه بالفستق الحلبي. أكلة كتير طيبة ولذيذة، وزينته كمان بالكريمة. هذا حلى الزبادي عليه الأوريو، كمان كتير حلى طيب. وهي هون بالسفرة كمان عاملة محمرة على السمون وخابزتها، كتير طيبة. هون الفطاير السبانخ بعد ما حطيتهم في صحن التقديم كتير طلعوا طيبات، وعجينتهم كتير لذيذة، وزينتهم كمان بالرمان. هلا موسم الرمان كتير شي طيب بيطلع معهم. هي هون السفرة. الكبة المقلية طبعا بعد ما حضرتها وقليتها. الحمد لله أكلات كلها نالت الإعجاب، وأكلات طلعت لذيذة. هذا عش البلبول، أكلة كتير طيبة، وحلى الزبادي. طبعا إذا بتحبوا الوصفات اكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا، عشان إذا نزلكم ياهن كفيديو. هي هون حلى كمان هذا الكنافة بالقشطة، وهي حلى جوز الهند. وإذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وإلى اللقاء.